فاللينك جه من كده. الست ايام قلبوا 14 يوم، وبعدين رجعت مصر ورجعت لها تاني، وبعدين فضلت رايحه جايه بقى اذاكر وامتحن واسقط وانجح. وبعدين الدولار عالي جدا، اول علو ليه كان من 7 سنين تقريبا او حاجه، فقالت لي احنا عاملين تور في الشرق الاوسط لو عايزه تيجي تمتحني. ده كان الامتحان الاخير. فقلت لها رايحين فين؟ قالت لي رايحين الامارات. قلت لها انا لو رايحين الامارات انا اجي لك بكره الصبح. قالت لي احنا هنبقى هناك بعد بكره. طلعت رحت لها، امتحنتني على نفسها. وبعدين ايه الامتحان بيبقى عباره عن ايه؟ ان انا ادخلها في المود بتاع ان هي تبتدي تتعلم تدخل الاكسجين بطريقه مظبوطه وتطلع ثاني اكسيد الكربون. احنا كلنا عندنا كرش ليه؟ او كل العالم عنده كروش ليه؟ علشان بيتنفسوا من بقهم مش بيتنفسوا من مناخيرهم. ما احنا بنتنفس من مناخيرنا يا حنان، واحنا بنتكلم نتنفس من بقنا. امال نتنفس واحنا بنتكلم من مناخيرنا ازاي؟ انا طول الحديث اللي احنا كنا بنتكلمه دوت بتنفس من مناخيري. هي بقت عاده. طب ما انا بتنفس من مناخيري اهو يا حنان. ايوه وانت بتتكلمي هتكملي بقيه النفس من بقك فعلا. ومش هتطلعي النفس من بقك، هتطلعيه من مناخيرك برضه، فما استفدناش حاجه. طب ما انا بطلعه من مناخيري فعلا. لا لازم تطلعيه من بقك. التنفس بيضيع القلق، الخوف، عدد ساعات النوم الوحشه، الحزن بيسيطر عليه، الالم. يعني اصدقائك بتوع بهيه يعني ليهم توعاً تحيه خاصه، ربنا يقوم ليلى بالف الف سلامه. كذا مره بروح للناس اللي هم المحاربات السرطان، محاربات السرطان. اللي بيبقوا يا اما تعبانين قوي من الالم او من الم الانتظار او من اي حاجه. اخر مره كنا في 6 اكتوبر في مكان في 6 اكتوبر، بدل ما نقعد نص ساعه قعدنا ساعه ونص، وقعدوا يعيطوا عادي كمان شويه عادي كمان شويه. ليه؟ لان هم حصل لهم نوع من انواع التشتيت عن التالم وعن الانتظار. فهو بيضيع ان انت تبقي متالمه، الصداع اللي كان عندك من شويه دوت بعد ما نخلص هعمل لك تمرين. الام الرقبه، الامساك. ايه ده؟ ايه علاقه الامساك بقى بالتنفس؟ ما هو الامساك قولون. القولون بينتفخ من ايه؟ وبيعمل إيه؟ مشاكل من ايه؟ من الاسترس. والقولون عصبي. صح. قولون صح. طالع، القولون النازل. هو اصلا اي حاجه ليها علاقه بالاسترس، يعني يقول لك ده انت بيجي لك الوجع العضوي من الوجع النفسي. طبعا هو الوجع النفسي هو اساس الوجع العضوي. فالقصه كلها ان الانسان يتعلم ان هو يتنفس، وهو بيتنفس ياخد النفس من مناخيره ويطلعه من بقه. طب انت حكيتي لي برضو عن واحده صاحبتك زمان او حاجه كده، عندها الم في الركبه وسافرت بره، فقالت له دي شراره تقدري تساليها. احكي لي. لا انا كنت بصراحه يعني هنا في مصر الوعي قليل قوي مع الستات. يعني هم عايزين يدفعوا فلوس في الخروجات في الاكل والشرب واللبس. طب اعتني بنفسك، مفيش. فقلت خلاص انا هكمل تاني، لان انا عملت هناك في دبي قاعده من البني ادمين اللي مهتمين بالموضوع دوت، ومصريين اغلبهم. هي دي المشكله يعني. فكنت بروح وبنعمل مع بعض الكورسات، واخدت الجايدنج كمان هناك. فكانت الحاله جميله جدا. وبعدين قلت مش هكمل في مصر، لحد ما كنت عملت لدينا، واحد صاحبتي اسمها دينا وصاحبتي تانية اسمها رباب، ربنا يكرمهم، اول اتنين عملوا معايا في مصر. عملوا ايه بقى؟ عملوا، علمتهم ازاي نتنفس، فديتهم البيز اللي هو يعني الارضيه المقدمه بتاعه التنفس. ما كملوهاش، بس دينا عشان جالها ظروف عمليه وسافرت المانيا، فاضطرت ان هي وهي قاعده لا في موبايل ولا في حاجه، وقاعده في المستشفى تمارس موضوع التنفس. فاللي حصل ايه؟ الدكاتره سالوها، ده اللي هي قالته لي، الدكاتره سالوها قالوا لها انت بتعملي ايه؟ عشان بتاخد مسكن اقل من الطبيعي. وهي عامله مشكله عظم يعني جامده جدا. هي عندها عامله عمليه في ركبتها، في قدمها، في قدمها، في قدمها. متألمة جدا. فشافوا ان هي بتاخد اقل من المسكنات اللي الناس العاديه بتاخدها. وبعدين بيعملوا لها تنفس، قلت لهم لا انا بعمل ده. قالوا لها بتعمليه ازاي؟ قلت لهم واحده صاحبتي علمتهوني في مصر. فكلمتني. قالت لي حنان شكرا جدا، ده كذا كذا. انا قالوا لها ايه كذا كذا؟ قالوا لها ان انت متحسنه، بتاخدي مسكنات اقل. علشان ان تمرينات التنفس دي بتشتت تفكيرها وبتدخل لها اكسجين مظبوط. وخلي بالك دينا برضو مدرسه الماني، فدماغها متظبطه يعني. فالوعي اللي عندها خلاها تاخد مسكنات اقل. المسكنات دي قاتله طبعا. قاتله طبعا. قاتله طبعا. كلى وكبد مع السلامه. يعني طبعا. يعني انا عايزه اسال سؤال، يعني انا ممكن اسكن الالم بطريقه التنفس؟ ما تقعدي تركزي مع نفسك كده، وتقعدي تبقي عارفه الحته اللي جاي منها الوجع فين، وتبقي متاكده ان النفس اللي داخل واللي خارج بتاع ربنا دوت متيسر علشان يسكن هذا الالم او يقلل
من الاحساس بيه، مش الموضوع مش هياخد منك اقل من اكتر من دقيقتين عشان تبتدي تدخلي في مود انك تتنفسي بطريقه مظبوطه.